سمعت في الفيسبوك القطار عامله مدينه القطار عامله راسكله نتاع دبابز، وعجبتني الفكره وتنقص علينا من الزبله والخروبه. انا لقيت الدبابز نشربوه يفرغ نزوه ونحطوه في الحاويه، من نحطوه في الحاويه من الحاويه نهزوا للبلديه للبقعة اللي راسكله فيها في الدبابز، نهز الدبابز ويوزنوهم ويعطوني قيمتهم فلوس تواصل، وانا نهار اللي نجي اخر العام نحاسب على العتبه ينقصوا لي من العتبه نتاعي. جبين اللي يفرغ نهزها، ها والجيف ومتاع التينول ومتاع السترول. انا خالصة العتبة متاع العام اللي فات، انا خالص كل عام وعام، ولقيت هذية سمحة ياسر، ما بفعوض نخلص 100 بلكش نخلص 60 ولا 70. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح النور. جيت حبيت نستفسر على الحكايه نتاع الفرز الانتقائي، سمعت كان نجم نصح كونتراو. هي اتفاقيه شكليه معنويه فقط بحته، يعني تنجم تواتا نمشوا لنصح الكونترا. اول حاجه يجي المواطن يمضي اتفاقيه شراكه بينه هو والبلديه، الوثيقه هذيك فيها كل شيء، يعني فيها حتى الاسوام نتاع المواد المفروزه باش يعرف هو اش يتعامل. يجيب هو البلاستيك للمركز، نقبلوها عليه، نعدوها على الميزان، ياخذ توصيل يعني فيه الثمن نتاع الكيلوات نتاعه ويحافظ عليه هو. تجمل عنده بعض التواصيل، يتصل بالإدارة البلدية بقسم المالية والجباية، يخلص الأداء البلدي نتاعه، والباقي إذا بقى له يعني فلوس في التواصيل نتاعه، يا إما هو حر يسترجع الفلوس نتاعه او يخليهم في الكونت نتاع البلديه للخلاص البلدي نتاع السنه القادمه. يظل عندك كميه ما تنجمش تجيبها، تكلمنا نجوا نرفعها احنا. مرحبا بك. مركز الخدمة تم تلت أسبوع كامل، يعني 7 على 7. عندنا يومين مخصصينهم كميون متاع البلدية باش يجيب من عندك المواطنين البعاد واللي عندهم كميات ثقيلة ما نجموش، ما عندهمش وسائل توصيل، وثم أعوان يجيبوهم ويوصلوهم لهنا المركز وقت اللي تم عملية الفرز، نجمعوها في اللي باسان هذانا فهمتني لهنايا. كل حاجه وحدها، عندنا القوارير نتاع لي غرد زاد كيف كيف لهنايا، وعندنا هذه فهمني نتاعك الاغطيه، هذه الاله الضاغطه، هذه يتم المواد المفروزه كل واحده على حده بطبيعه، يعني المواد البلاستيكيه يقع ضغطها في الاله هذه وكبسها بال وتخرج. هذه المهمه نتاعنا ان شاء الله تمني مستقبلا نطوروه ونجيبوا ماكينات جديده نتاع قصان ديشيش بالطبيعه. كيف ما توفر البلديه موفره شاحنه، كل الاعوان اللي تقوم بهالعمليه هذه هم اعوان مرسمون ببلديه القطار. هذا المصب النهائي للفوض المنزليه بالقطار، هو مصب غير مرق، معناها في الجانب البيئي مشكل ثقل هذا وعائق. كما نشوفوا هنا الكميات نتاع الفوض المنزليه وخاصه البلاستيكيه منها او القابله بصفه عامه القابله للرسكل. ارسينا منظومه جديده اللي هي منظومه الفرز الانتقائي للفوض المنزليه باش نتخلصوا منها من المصدر وما توصلش للمصب هذا، وتدريجيا باش نتخلصوا من المظهر هذا ومن المصبات هذه العشوائيه. الكميات اللي هنا في المصب رغم التواجد مازال البلاستيك متواجد بكثرة، لكن الكميات نقص على قبل. زيد في جانب آخر الكميات اللي قاعدة تدخل للمركز الفرز من أسبوع لأسبوع قاعدة تتضاعف وتزداد، والمواطنين اللي قاعدين يدخلوا في المنظومة هذه متاع الفرز من الملكة قاعد العدد متاعهم قاعد حتى هو يزداد. هو بيدا المشروع فرز الانتقائي للفوض المنزلية من المصدر أي من المنزل، من غير ما يكون المواطن واعي بيئته وواعي بضر الواقع هذا كل شيء مشينا تنجح، وهذاك كان خيار البلدية اللي احنا نمشوا المشروع هذا في جميع مراحله باش تخدم التار الشركية، والمواطن هو فيه محوري في المشروع.